سهل والله، بالذات في اول الكتابين كان سهل، بس هي مشكله في الوقت يعني. الوقت كان محتاج وقت اكتر يعني، بس هو كان سهل، بس مضمونه اسهل. ورقه المفاهيم استفدت بيها كتير. طيب حاجات كتيره بصراحه. طيب ممكن التريكات نقول في ايه، في جزء ايه؟ التريكات في ممكن في الجرامر بس. الجرامر بس صح، لكن الامتحان سهل يتقفل. توفيق. ايه اخبار الامتحان النهارده؟ الحمد لله كان سهل. كنت لغات ايه؟ الماني. استفدتي بورقه المفاهيم؟ كان فيها برضو شويه حاجات كده، ادوات كده، فكانت كويسه. كان في اي تريكات؟ بس بسيطة يعني، مش قوي. ايه بقى؟ سؤال مثلا مواقف دراماتيك. نقدر نقول الامتحان ممكن يتقفل؟ يتقفل؟ اللي ذاكر كويس. هو اصلا حتى المستوى المتوسط ما يقلش عن 35 مثلا. بالنسبة لامتحان اللغة العربية هو اسهل؟ بكتير. بالتوفيق يا حبيبتي.